احباب مشتركي سابورا نت، نزلت مواصله معاكم في اصلاح تمارينات الكتاب المدرسي للتلاميذ سنه 7 اساسي، واليوم ان شاء الله باش نبدا نصلحوا تمرين 21 صفحه 66. اذا نحلوا الكتاب صفحه 66 ونتبعوا مع بعضنا. شنو عطيني في التمرين؟ عطيني عمليات والا مجموعه من الاعداد ناقصه، ويحب يوصل للنتيجه هذه، دونك يحبني نكمل الناقص، فهمنا ولا؟ باستعمال باستعمال القواعد اللي شفناها بتاع القوه. باهي، اذا شنو باش نفكركم بالقواعد نتاعي؟ عندي ا قوه 0 يساوي 1، هكا ولا؟ عندي ا قوه ان قوه ام يساوي ا قوه ان قوه ام، هي ا قوه ان ضرب ام. عندي ا قوه ان ضرب ا قوه ام يساوي ا قوه ان مع ام. عندي هذوما اللي باش نستعملهم تو، كي نتعرضوا للقاعده اخرى تو نزيد نكتبها، فهمنا؟ باهي، شنو عندي هنا؟ عطيني 13 قوه كم؟ قوه 7 يساوي 1، اذا النتيجه هي 1. النتيجة هي 1، لازم يكون القوة قوة 0، معناها ا قوة 0 يساوي 1، إذا لهنا لازم نشوف نحط باش نتحصل على قوة 1، نتحصل على نتيجة 1 لازم نحط 0، فهمنا؟ 13 قوة 0 قوة 7، معناها 13 قوة 0 في 7 اللي هي 13 قوة 0 يساوي 1، فهمنا؟ 100 قوة كم يساوي 10 قوة 6؟ باهي، قبل كل شيء 100 هي شنو؟ 100 هي 10 قوة 2، معناها لهنا عندي 10 قوة 2 قوة كم يساوي 10 قوة 6. باش نتحصل على 6 هي القاعدة اللي باش نطبقها، باش نطبق القاعدة ا قوة ان قوة ام يساوي ا قوة ان ضرب ام، معناها هي شنو باش تكون هنا؟ باش تكون 3، كي نعمل 3 ضرب 2 باش نلقى 6، إذا لهنا عندي 100 قوة 3، فهمنا؟ 100 قوة 3 يساوي 10 قوة 6. باهي، اللي بعدها 7 قوة كم؟ قوة 8 يساوي 7 قوة 48، معناها 8 نضربها في كم باش تجيني نتيجة 8 وربعين. 8 ضرب 6 يجب نبدو حافظين جدول الضرب. به العملية اللي بعدها 37 قوة 4 قوة 5 هي 37 قوة 4 في 5، معنى قوة 20، فهمنا؟ به العملية اللي بعدها 41 قوة 3 قوة كم يساوي 41 قوة 18، معنى تلاني شنو نعمل؟ أنه العدد اللي نضربه في 3 باش تجيني نتيجة 18، 6. لهنا عندي 2 قوة كم؟ قوة كم يساوي 2 قوة 6؟ 6 هي كم في كم؟ هي 2 في 3، نجم نحط 2 لهنا و 3 لهنا، كما نجم نحط 3 لهنا و 2 لهنا، كيف كيف؟ نجم نكتب 2 قوة 2 قوة 2 قوة 3، ولا نجم نكتب 2 قوة 3 قوة 2، كيف كيف؟ باش تجيني النتيجة هي 2 قوة 6، فهمنا؟ هذا إيه؟ باش نعطيني اكتب في صيغة قوة عدد صحيح طبيعي كل من الجزئيات التالية، عطيني مجموعة جزئيات ويحب يكتبها في صيغة قوة عدد صحيح طبيعي. باهي، نبدأ بالعملية الأولى، 2 قوة 5 ضرب 2 قوة 7 قوة 4، هذه شنو باش تعطيني هذه؟ 2 قوة 7 قوة 4، 7 ضرب 4 باش تعطيني 2 قوة 28، معناتها 2 قوة 5 ضرب 2 قوة 28. شنو باش نطبق القاعدة؟ أ قوة إن ضرب أ قوة إم هي أ قوة إن مع إم، معناتها باش نجمع 28 مع 5، شنو باش تجي؟ 28 مع 5 تجي 33، معناها كلها باش تجي 2 قوة 33، فهمنا؟ باهي، اللي بعدها 16 قوة 2 ضرب 25 قوة 4، 16 قوة 2 ضرب 25 قوة 4، باهي، 16 نجم نكتبها 2 قوة قداش؟ 2 قوة 4. 25 هي 5 قوة 2، فهمنا ولا؟ باهي، معناتها 16 قوة 2 هي 2 قوة 4 قوة 2، معناها 2 قوة 4 قوة 2 ضارب 25 هي 5 قوة 2، 5 قوة 2 قوة 4، شنو باش تجيني النتيجة هذي؟ 2 قوة 8 ضارب 5 قوة 8، باهي باش نجي نكمل نصلح لكم لهنا، يساوي 2 قوة 8 ضارب 5 قوة 8. شنو القاعدة اللي باش نطبقها لهنا؟ أ قوة إن ضرب ب قوة إن هي أ ضرب ب كلها قوة إن، إذا طبقت القاعدة قاعدة أخرى اللي هي أ قوة إن ضرب ب قوة إن عندهم نفس القوة يساوي أ ضرب ب كلهم قوة إن، باهي؟ معنتها لهنا شنو باش تجيني؟ أ ضرب ب معنتها 2 في 5 كلها قوة 8 يساوي 10 قوة 8، فهمنا؟ اللي بعدها 13 قوة 4 قوة 5 ضرب 13 قوة 6، هذه شنو باش تعطيني؟ هذه باش تعطيني 13 قوة 20 ضرب 13 قوة 6، أ قوة إن ضرب أ قوة إم هي أ قوة إن مع إم، باش نكتب لكم لنا 13 قوة 20 ضرب 13 قوة 6 يساوي 13 قوة 20 مع 6، معناها يساوي 13 قوة 26،
فهمنا؟ اللي بعدها 10 قوة 4 ضرب 10 قوة 3 قوة 2، هذه شنو بتجيني؟ 10 قوة 6. إذا 10 قوة 6 ضرب 10 قوة 4 كيف كيف يساوي 10 قوة 6 مع 4 قوة 10. باهي؟ العملية الأخرى 7 قوة 2 قوة 23 ضرب 8 قوة 12 ضرب 2 قوة 10. باهي هذه كيفاش باش نخدمها؟ باش نحاول نحل بشوي بشوي، باش لازمني باش نتحصل على القوة هي اللي باش تتعاود نورمالمون، وإلا العدد الوطني هو اللي باش يتعاود. باهي العملية هذه باش نحاول نخدمها لكم لهنا. شنو عندي؟ 7 قوة 2 قوة 23 ضارب 8 قوة 12 ضارب 2 قوة 10 يساوي، هذه باش تعطيني 7 قوة 2 قوة 23 معناتها 7 قوة 46، 2 ضرب 23 46 ضارب 2 قوة 18 12 2 8 هي 2 قوة 3، هكا ولا 8 يساوي 2 قوة 3 معناتها 2 قوة 3 قوة 12 يساوي 2 3 في 12 شنو باش تجيني؟ هذه 3 في 12 تجيني 2 قوة 36. فهمنا ولا؟ باهي معناتها لهني ضارب 2 قوة 36 ضارب هذه 2 قوة 10. شنو باش نجي نعمل لهنا؟ باش نجي نخدم هذوما زوز مع بعض، شنو باش يعطوني هذوما زوز؟ باش يعطوني 2 قوة 36 مع 10 معناتها قوة 46. باهي شنو باش تولي عندي؟ باش تولي عندي 7 قوة 46 ضارب 2 قوة 46. شنو باش نعمل لهنا؟ هي 7 في 2 معناتها 14 قوة 46. باهي انا كتبتها في صيغه قوه عدد صحيح طبيعي معناتها عدد برك. نمشي نخدم خدمه زوز مع بعضهم، بعد تحصلت على نفس القوه اللي هنا خدمت بالقاعده انه ا قوه ان ضرب ا قوه ام هي ا قوه ان مع ام، ولهنا خدمت بالقاعده اللي هي ا قوه ان ضرب ب قوه ان هي ا قوه ان ا ضرب ب قوه ان. باهي عاد نصلح 8 22 صفحه 66. شنو فيه التمرين هذايا؟ فيه عمليات ويحب يكتبهم بأبسط طريقة. باهي شنو باش نطبق انا لهنا؟ باش نطبق القاعدة اللي تقول لي انه عملية الضرب هي عملية تبديلية، زاد هكا ولا نجم نضرب 3 في 13 قوة 3 كيما نضرب 3 في 5 قبل قوة 2 كيما تفهمنا. اذا باش نحط الارقام اللي كيف كيف بحذا بعضهم ونحاول ان نشوف ابسط طريقة باش نوصل، معناها يحب يكتبهم على ابسط طريقة معناها باختزال اقصى حد ممكن. اذا لهنا شنو باش تعطيني؟ نجم نكتب يساوي 13 قوة 3 ضارب 13 قوة 3 ضارب 5 قوة 2 ضارب 3. باهي هذه شنو باش تعطيني؟ 13 قوة 3 ضرب 13 قوة 3 معناتها ا قوة ان ضرب ا قوة ان معناتها ا قوة ان مع ام، هذه شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 13 قوة 6 ضارب 5 قوة 2 ضرب 3. باهي هذه شنو تنجم تعطيني؟ 13 قوة 6 هي 13 قوة 3 كلها قوة 2 هكا ولا؟ معناتها 13 قوة 3 قوة 2 ضارب 5 قوة 2 ضارب 3. هذه شنو نجم نحطها لهنا؟ كلهم قوة 2 هذوما، نجم نحط 5 ضرب 13 قوة 2 كلها قوة 3. فهمنا؟ باش كمل نصلح لهنا يساوي 5 ضرب 13 قوة 2 ضرب 13 قوة 3 كلها قوة 2 ضرب 3. فهمنا؟ خاطر حطيت القوات 2 كل ما بعضهم ما هما لهنا ضرب 3. هذا هو اقصى حد الاختزال. عاد العمليه اللي بعدها شنو باش نجي نعمل هنا؟ كيف كيف باش نجي نحط 19 قوة 2 في 3 قوة 4 في 19 قوة 4 في 3 قوة 6. باش نحط 19 مع بعضهم، 19 قوة 4 19 قوة 2 قوة 4 و 3 قوة 6 و 3 قوة 4. اش باش تعطيني؟ 3 قوة 4 ضارب 3 قوة 6 ضارب 19 قوة 2 قوة 4 ضارب 19 قوة 4 يساوي، هذه باش تعطيني أ قوة إن ضارب أ قوة إم هي أ قوة إن مع إم معناتها 3 قوة 6 مع 4 قوة 10 ضارب هذه 19 قوة 8 ضارب 19 قوة 4 يساوي 3 قوة 10 ضارب 19 قوة 8 مع 4 19 قوة 12. فهمنا؟ العملية اللي بعدها 2 ضرب 5 قوة 3 ضرب 7 قوة 6 ضرب 35 قوة 4 ضرب 8 قوة 5. باهي كيفاش نخدمها العملية هذه؟ 2 هي نورمالمون تكتب لي 2 قوة 1 ضرب 5 قوة 3 خليها 5 قوة 3 ضرب 7 قوة 6 و 35 قوة 4 ولهنا عندي 8 قوة 5. 8 هذه باش نحلها، 8 هي 2 قوة 3. باهي اذا 8 هذه باش تتحل هي 2 قوة 3 وال 35 قوة 4 كيف كيف باش تتحل.
كيفاش باش نحلها ال 35 قوت 4؟ 35 هي 7 في 5، معناتها نجم نكتب ضارب 7 قوت 4 ضارب 5 قوت 4 ضارب 2 قوت 3 يساوي، اش عندي لهنا؟ عندي 2 قوت 3 في 2 قوت 1 معناتها 2 قوت 4 ضارب، عندي 5 قوت 4 و 5 قوت 3 معناتها 5 قوت 4 مع 3 7 ضارب، عندي 7 قوت 4 و 7 قوت 6 معناتها 7 قوت 10. فهمنا؟ جيت لهنا حليت ال 35 هي 35 قوت 4 يساوي 7 قوت 4 ضرب 5 قوت 4، وحليت 8 قوت 5 هي 2 قوت 3 كلها قوت 5. تفهمنا ولا 2 قوت 3 كلها قوت 5؟ نسيت قوت 5 لهنا، معناتها لهنا 2 قوت 3 قوت 5 معناتها 2 قوت 15 مع 1 2 قوت 16. فهمنا؟ آخر عملية شنو فيها؟ 2 قوت 12 ضرب 3 قوت 6 ضرب 2 قوت 3 ضرب 3 قوت 4 ضرب 5 قوت 4 كلها قوت 3. هذه اللي في وسط الأقواس نجم نحلها القوة هذه، كيفاش باش نكتبها؟ خليها 2 قوت 12 ضرب 3 قوت 6 ضرب، هذه باش نحلها باش تولي لي 5 قوت 12 ضرب 3 قوت 12 ضرب 2 قوت 6، خاطر 5 قوت 4 قوت 3 هي 5 قوت 4 في 3، 3 في قوت 4 في 3 2 قوت 2 في 3. تفهمنا؟ باهي، باش نكمل نخدم العملية متاعي هذي يساوي، نجم نحط مثلا لهنا عندي الاثنين نحطهم مع بعضهم وإلا نحط الخمسة واثنين مع بعضهم قدر عطهم نفس القوة. باهي، باش نجي نعمل لهنا باش نجي نحط اثنين مع بعضهم، وإلا نجم نحط ثلاثة والخمسة والاثنين مع بعضهم كلهم قوة 12 واثنين والثلاثة مع بعضهم كلهم قوة 6. باهي، باش نعمل الكي باش تولي عندي، تولي عندي اثنين ضرب 5 ضرب 3 الكل قوت 12. تفهمنا ولا ب؟ ضرب هذه كيف كيف 2 ضرب 3 كلها قوت 6 يساوي، هذه شنو تجي عندي؟ 3 في 5 15 في 2 30 قوت 12 ضرب 6 قوت 6. فهمنا؟ اذا نجم نخليها هكا كيما نجم نحل 30 هي 5 في 6 معناتها، ولكن مش خلاها هيك خاطر يحب ابسط صورة، فانا مش خلاها في الكتابة هذه. باهي، تعدى نصلح التمرين اللي بعدها، حط تمرين 23 صفحة 66. شنو فيه التمرين؟ احسب الاعداد التالية، اعطيني مجموعة من الاعداد ويحبني نستعملها. باهي، نبدأ بـ A 2 ضرب 3 قوت 2 مع 3 ضرب 5 قوت 2، الأولوية بتبيع الأقواس، 2 ضرب 3 باش تعطيني 6، 6 قوت 2 مع هذه 3 في 5 قوت 2 معناتها 3 ضرب 25. باهي، يساوي 6 قوت 2 هي 36 مع 3 ضرب 25 اللي هي مع 75. فهمنا؟ قداش باش تجيني النتيجة النهائية؟ هذه باش تجيني 106 ومعاها 511. باهي، تعدى اللي بعدها، 2 قوة 4 مع 3 قوة 4، شو معناتها 2 قوة 4؟ معناتها 2 في 2 4 في 2 8 في 2 16 مع 3 قوة 4، 3 في 3 9، 9 في 3 27 و 27 في 3، إذا 27 ضرب 3، عندي 7 في 3 21 مع 71. جيني 87 النتيجة. فهمنا؟ العملية اللي بعدها، لأن يردوا بالكم تبقوا القاعدة حتى تقولوا لي عندهم نفس القوة ولكن بيناتهم جمع، راه مش تبقوا القاعدة متاع A قوة N ضرب B قوة N تساوي A ضرب B قوة N، ردوا بالكم راهم مختلفين هذوما، هذيا عندي A قوة N مع B قوة N، ما عنديش قاعدة، نخدموا كل طرف على حدة. باهي، بعد التمرين اللي بعدها، 7 مع 4 قوة 2 معناتها 11 قوة 2 مع 25 قوة 2 مع 19. تعدى العملية اللي بعدها، 7 مع 4 قوة 2 نجمع هذوما مع بعضهم باش تجيني 11 قوة 2 مع 25 قوة 2 اللي هي 625 مع 19 يساوي 11 قوة 2 121 مع 625 مع 19 يساوي النتيجة النهائية 516. هذه 15 نحتفظ بالواحد، 4 5 6 6 7. فهمنا؟
تعد العملية اللي بعدها، 8 مع 4 قوة 2، 8 و 4 12 قوة 2، مع لنا 1 مع 2 قوة 2، معناتها 1 مع 4 كلها قوة 3 ضرب 6 يساوي، هذه باش تعطيني 144، مع هذه 5 قوة 3، معناتها 5 في 5 25، 25 ضرب 5 جيني 75، تمام ولا 25 ضرب 5، 5 قوة 3 هي 125 ضرب 6، النتيجة النهائية بتجيني 144 مع 6 ضرب 125 740، يساوي عندي 4 8 8، تمام هذه النتيجة النهائية. تعال نصلح التمرين 24 صفحة 67، شنو فيه التمرين؟ احسب ذهنيا، اعطيني أوجد ثانية، أعطيني فراغات ويحمني نكملهم به. 5 قوة 3 قوة كم يساوي 1؟ نعرف القاعدة اللي أ قوة 0 يساوي 1، معناها القوة هذه كل يلزمها تكون 0، معناها 3 ضرب كم يساوي 0 ضرب 0، فهمنا؟ اللي بعدها 2 قوة 11 في 2 قوة كم يساوي 2 قوة 15؟ باش نطبق القاعدة، أ قوة إن ضرب أ قوة إم يساوي أ قوة إن مع إم. إذا اللي هنا 11 مع كم باش نلقى 15؟ 4. ماي اللي بعدها 13 ضرب 13 قوة كم يساوي 13 قوة 4؟ كيف باش نطبق نفس القاعدة؟ لأن نورمالمون عندي 13 قوة 1، إذا 1 قداش نزيدو باش نلقى 4؟ 3. 3 قوة 4 ضرب 5 قوة كم يساوي 15 قوة 4؟ باش نطبق القاعدة، أ قوة إن ضرب ب قوة إن يساوي أ ضرب ب كلها قوة إن، القوة متاعي هي 4. فهمنا؟ ولهنا 3 في 5 15، معناتها لهنا نختم بأربعة. باهي، تعال نصلح تمرين 25 صفحة 67، إذا نحل الكتاب المدرسي صفحة 67، شنو أعطيني؟ أعطيني جدول، أعطيني مجموعة من العمليات والاقتراحات باش نختار الجواب الصحيح. باهي، قبل ما نشوف أنا منين باش نحط أنا الجواب الصحيح، باش ناخد العملية ونخدمها. العملية الأولانية، أعطيني 3 قوة 2 ضرب 3 قوة 2. هذه يساوي كم نورمالمون؟ باش نطبق القاعدة، عندي أ قوة إن ضرب أ قوة إم، هي معناها بيجيني 3 قوة 2 مع 2 يساوي 3 قوة 4. نجم نطبق القاعدة هذه كيما عندي نفس القوة، معناتها نعمل 3 في 3 كلها قوة 2 يساوي 3 ضرب 3 كلها قوة 2 يساوي 9 قوة 2، كيف كيف نفس النتيجة. ديجا كي نخرج من هذه 3 قوة 4 نجم نزيد نحلها، هذه هي 3 قوة 2 في، باش نرجع لنفس النتيجة، معناتها 3 قوة 2 في 3 قوة 2، تمام، اللي هي 9 قوة 2. إذا عندي معناها من اقتراح، عندي 3 قوة 4 و 9 قوة 2، كي نرجع للجدول نختار 3 قوة 4 و 9 قوة 2، معناتها الجواب الصحيح هو الجواب ب والجواب ج، عندي جواب ب وجواب ج، فهمنا؟ تعدى العملية اللي بعدها، 5 قوة 3 كلها قوة 2، باش نطبق القاعدة، شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 5 قوة 3 في 2 اللي هي يساوي 5 قوة 6، إذا لنا النتيجة اللي ناخذها الجواب A. تعدى العملية اللي بعدها، 5 مع 3 كلها قوة 2، نعمل العملية متاعي عادية، 5 مع 3 هي 8 قوة 2، 8 قوة 2 معناتها 8 في 8 يساوي 64، إذا لنا النتيجة اللي ناخذها هي الجواب ب. باهي، فهمنا؟ كي نخدم الآخرين كل واحدة وحدة باش نلقى 64، وحاول يغلطني شوية، عملي اللي هنا هي 5 قوة 2 مع 3 قوة 2، اللي عندي معاه ما تطبقش القاعدة نتاعي. دونك بالفيديو هذا وصلت حتى التمرين 25. تابعوني على سبورة نت باش نكمل نصلحكم بقية التمارينات.